القديمة في الكويت. ونبدأ حلقتنا بالحديث عن المدرسة المباركية. تأسست المدرسة المباركية في أواخر عام 1911، وبالتحديد في اليوم 22 من شهر ديسمبر. ويرجع الفضل في إنشائها إلى ثلاثة من أبناء الكويت، هم الشيخ يوسف بن عيسى الإقناعي، والشيخ ناصر المبارك الصباح، والسيد ياسين الطبطبائي. وكان القصد من إنشائها هو إدخال التعليم في الكويت إلى مرحلة جديدة تفوق مرحلة المدارس الأهلية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وذلك من أجل إدخال العلوم العصرية والنظام التربوي المناسب للعصر آنذاك. وقد تكاتف أبناء الكويت على تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه المدرسة التي أضحت نواه التعليم النظامي في البلاد، ولحقها على مر السنين عدد من المدارس. ومن أجل التعليم تبرع عدد من أبناء الكويت بالأموال في وقت عزت فيه الأموال على الناس. ثم تبع إنشاء المدرسة المباركية إنشاء المدرسة الأحمدية، والتي تم إنشاؤها عام 1921، ومدرسة روضة الأطفال. وهذه المدارس كانت وليدة عمل مشترك قام به عدد من رجال الكويت الأوائل. ومع وجود المدرستين الأوليين فإن الأيام كانت تثبت ضرورة السير قدما في مضمار التعليم، وكان الإقبال عليهما دليلا على الرغبة العارمة لدى أبناء الكويت في تعليم أبنائهم. ولم يكن المطلوب فقط هو الاستمرار على الوضع الحالي، لأن أمرين مهمين كانا يلحان على الجميع. أولهما ضرورة الانتقال من التعليم شبه النظامي إلى التعليم النظامي الكامل، والثاني هو التوسع في إنشاء المدارس لمواجهة الأعداد المتزايدة من التلاميذ. ومع هذين الأمرين فإن من المهم أن ترعى الحكومة نظام التعليم وتنفق عليه، وذلك لأن الظروف المادية لم تعد ملائمة لكي يستمر البادلون لأموالهم على التعليم إلى ما لا نهاية من الزمان، في ظل ما حدث للاقتصاد عموما من نكسات وما جره ضعف الموارد التي كان يهيئها صيد اللؤلؤ للبلاد. هكذا برزت فكرة بدء التعليم الحكومي، فكان أن تقرر إنشاء مجلس المعارف وتكوين دائرة معارف الكويت. وفي سنة 1936 تقرر قيام مجلس المعارف، وتبعه قيام دائرة المعارف. وكان قد مضى وقت منذ قيام المدرسة الأحمدية، اكتسب فيها العاملون في مجال التعليم تجارب مهمة، وبدا من خلال هذه التجارب ضرورة الانتقال التربوي إلى مرحلة جديدة. ولتوفير وتدبير مورد ثابت من المال وإسناد الصرف على التعليم إلى الحكومة، بعد أن كان الأهالي هم الذين يبذلون في سبيله ما كان بإمكانهم أن يبذلوه طوال ربع قرن من الزمان، تقرر أن تقوم بلدية الكويت بإضافة 0.5% على الضريبة الجمركية وإضافة الحاصل إلى ميزانية البلدية، مما رفع عنها كثيرا من المشكلات التمويلية، حيث تصب حصيلة ما يجمع في ميزانية الهيئة التعليمية التي أنشئت لهذا الغرض. وفي عام 1942 أنشئت المدرسة الشرقية للبنين والبنات في المنطقة الشرقية من العاصمة، وذلك في مبنى مؤقت، إلى أن شيد مبنى ملائم لها في سنة 1947، وابتدأ العمل المدرسي فيه فور انتهاء البناء. تلا ذلك أيضا في عام 1945 إنشاء المدرسة القبلية للبنين، وتقع في الجهة الغربية من العاصمة في منطقة الصيهد، وبالتحديد خلف مبنى دائرة معارف الكويت الكائن في شارع فهد السالم، وكانت تقبل الطلاب الذين وصلوا في دراستهم إلى المرحلة الابتدائية. وكان من مدرسي هذه المدرسة الأستاذ أحمد العدواني والأستاذ صالح الشهاب، وأما تلاميذها فكانوا من فريج الصيهد وفريج الشاوي
وما حولهما. في عام 1938 أنشئت المدرسة القبلية للبنات، وهي من مدارس البنات الأولى في الكويت، تقع في مدخل الطريق المؤدي إلى فريج سعود في حي القبلة، وأمامها مسجد المدارس القديم بتأسيسه، ومبناها حالياً يستعمل لأنشطة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. ويشار إلى أن بدايات المدرسة كان في بيت مستأجر في منطقة القبلة، إلى أن تم إنجاز المبنى الذي أشرنا إليه. ثم أنشئت لاحقاً في عام 48 ثلاث مدارس افتتحت دفعة واحدة، وهي مدرسة الزهراء الابتدائية للبنات في فريج الزنطة بحي القبلة، وقد أزيلت من مكانها وبقي مكانها خالياً، وهو الآن بجوار قصر العدل المعروف. وأنشئت مدرسة المثنى، وهي مدرسة ابتدائية للبنين، وكان أول ناظر لها الأستاذ عقاب الخطيب، وصار موقعها بعد أن تمت إزالتها مبنى كبيرا هو مجمع المثنى الكائن في شارع فهد السالم. ومدرسة المرقاب، وهي مدرسة ابتدائية للبنين، تقع في حي المرقاب، وقد تم الاستغناء عن مبناها بعد أن انتقل سكان المنطقة إلى أماكن أخرى.